اليوم في خلاف داخل في الإطار القانوني حول الحكم وبطلانه من عدمه، يعني في جانب من القانونيين تحديدا سواء هيئة الدفاع عن مسلم البراك أو قانونيين لم يكونوا في هيئة الدفاع يتحدثون عن المادة 209 من قانون الإجراءات 206 وأن هذا الحكم جاء ليعطل أو ليفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي وهي الدرجة الأولى، وهنا يشعرون بأن ما دام المحكمة محكمة الاستئناف أبطلت الحكم أول درجة وحرمت المتهم من أن يتقاضى في أول درجة يدفع بدفوعه يقدم ما لديه وتصدت له، يعتقدون أن محكمة التمييز سترجع هذا الأمر وتعيد إلى نصابه الصحيح، مع تقديرنا للقاضي اللي حكم، مع تقديرنا لهيئة المحكمة، إلا أن هذا الجدل لا يجعلني أجزم الآن. صحيح الذات الأميرية مصونة دستوريا ولا أحد يقبل المساس بسمو الأمير، لا أنا ولا أنت ولا سعيد توفيقي ولا حتى مسلم البراك، وأنا نوهت على هذا. مسلم البراك على المنصة اللي قال فيها الخطاب تكلم أحد الحضور فقال محشوم سمو الأمير بهذا اللفظ،